والله في يوم من الأيام كنت إمام خطيب في واحد المنبر من منابر البليدة، لما نزلت كانت حكمتني الضرسة، الناس قالوا لي والله يا شيخ ما تروح تنديوك ديسبونسير. دخلنا إلى مستشفى، هذا المستشفى كبير، 6000 المؤلفة من الناس يستنوا في جنازة تاع طفل صغير. فالناس افتح الشيخ وجايز، افتح الشيخ وجايز. فالطبيب قلت له أنا داعية عند الله سبحانه وتعالى، أنا أرشد الناس، هذا صوت بحبح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له بالله عليك احكي لي وش كاين. قال لي يا شيخ هذا الطفل درنا له ليكوغرافي، صبنا له لابنديسيت، رايحة تطرطق خلاص. قال لي جرينا به، نحينا الحوايج ونجروا به إلى غرفة العمليات. قال لي هذا الطفل يخزر فيا ويقول له يا طبيب ما تخافش. قال لي له تقول له أنت لي ما تخافش. قال لي لما دخلناه للبلوك وحطيناه قال لي خسر في واحد الكوانة. قال لي وبدأ يضحك. قال له يا طبيب، قال له تعرف في مرة راني نشوف. قال له في من ترى؟ قال له إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى زوجته عائشة رضي الله عنها يقولان لي الليلة تبيت معنا، هذه الليلة راك بيت معنا. ثم رفع يده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطاحت يده وفاضت روحه لله. الطبيب سلمه مدين وربي مقوين وإيمانه، دار للكوانة وقال السلام عليك يا رسول الله، ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وراه حكيم نزيف الله يرحمه، وراه عمرنا موسى، وراه ولاد حومتكم اللي توفوا بالفيسبا، وراه بأني الله يرحمه، وراه الناس اللي كانت تموت كانوا يدوروا معاكم، كانوا كنا ننصحوهم، كنا نتكلموا معاهم، ودايرين في بالهم بلي هما حيدفنونا قبل، لأننا نحن أكبر منهم سنا، لكن مشيئة الله وقضاء الله وقدره كان أسرع أنه دمان هما أصغر منا. أنا اللي غسلت عمر بن موسى وحكيم، والله الذي لا إله إلا هو هذه الدنيا لا تسوى بعوضة. أنا نصيحتي ليكم ليس كشيخ، كأخوكم إيدير، عود إلى الله عز وجل، سوق الفيسبا وروح للبحر واضحك وقصر والبس وش حبيت، لكن إذا سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلي الجبهة تهبط لله عز وجل، هبط هذه الجبهة لله، تب إلى الله عز وجل، عد إلى الله سبحانه وتعالى، ويقتلش تبقى تقول غدوة غدوة غدوة، اللي قبلكم كانوا يقولوا هكا ثم عادوا إلى الله وانظر كيف سيلقون الله عز وجل، لذلك الإنسان في هذا الموقف هذا، يرانا واقفين هذا سيناريو، سنعيشه كلنا، كاع رانا رايحين نعيشوه. اليوم احنا رانا ندفنوا في الناس وغدوه يدفنونا. عمر بن الخطاب قال كلمه اقسم لكم بالله، دخل على مرته كانت تشعل النار، الطيب دنا سبعوا للنار، دنا سبعوا للنار ونحاه. بدا يبكي عمر رضي الله عنه، زوجته قالت له لما تبكي يا امير المؤمنين؟ يسقسي في روحه، قال اني اسال نفسي يا عمر الك صبر على مثل هذا؟ تصبر تصبر على النار، على النار تحرقك. في يوم من الايام قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رايكم مش قال يا اخوان وهو لحم الاسلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليت امي لم تلدني. بالله عليكم رانا واقفين، ماشي يا ريت ما زدناش، لانه شو يستنى فينا صعب جدا حتى بالاعمال الصالحات، نخاف ونباتوا في تراب كيما هذا. كاين بعض الناس وهنا معنا لازم يباتش على التلفزيون، كاين اللي ما يباتش وحده كما يباتش مع اخوه، هذا اليوم بيت وحده، راه بيت وحده. فمن معنا؟ يقول العلماء يقول لك عبدي حملوك، يعني رفدوك، عبدي حملوك وفي القبر وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك. شكون اللي بات معاه الان؟ شكون يقول انا اللي بات معاه؟ كلنا سنفر لاننا نخاف. ثم يجي القران الكريم وش يقول؟ يقول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انا بحكم علاقتنا نعرفكم كلكم، نعرف الجميع، اغلبيتكم نعرف، نعرف الطيبة تاعو، نعرف العقالة تاعو، وتهدر معاه يهبط راسه وتقول له عدين يبكي. بصح علاه ما راكش تصلي؟ علاه فيك خير كبير؟ علاه ما راكش تصلي؟ ماكش وليد حرام؟ ما راكش وليد يهودية؟ ما راكش وليد يهودي؟ ماكش حابك نذكر أسماء؟ كاين الناس اللي نخسر فيها، أعرفهم حق المعرفة. يجوز عليه لكن يشرب يخبي القرعة، لكن يتكيف الشيخ. السلام عليكم، مادام فيك الخير وتقادر أهل الدين وأهل العلم وتحب ربي، علاه ما توليش ليه؟ هذا هو المطلوب منك، واللي ليه 5 صلوات صليهم. نسأل الله أن يتوفانا على لا إله إلا الله. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا ندعو للموتى، لأن الدعاء يصل إلى الميت كما تصل أشعة الشمس إلى الأرض. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اغفر له وارحمه.